مشارك في مجموعة امتلاك كراعي لقمة الأعمال العربية التركية الثانية المقامة في غازي عنتاب، من خلال عدة شركات استثمرت فيها مجموعة امتلاك داخل السوق التركية. كانت القمة ناجحة، حضرها عدد كبير من رجال الأعمال العرب من عدة دول عربية. أيضا لمسنا من خلال الجهات الرسمية التركية اهتمام كبير جدا بتعزيز العلاقات وزيادة رغبة المستثمرين.